عزيز، شو اللي حصل؟ من ناحية الخروج هروبكم؟ طلعنا الأشياء ضرورية وما هو تبرير إن الموضوع سويناه صح. فخروجنا كان شيء ضروري. وشو؟ مرة مغسلة ملابس، ولأن ما نعرف المغسلة والكواية الحين. وتطلع ملابسكم مع السطح وتنزلون بهالشكل وملابسكم معكم وترجعون بها يعني؟ رحنا فيها ورجعنا فيها. لا أتكلم الملابس وتودونها المغسلة. إيه. كم لكم يوم تطلعون أحمد؟ تقريبا 7 أيام 8 أيام. نفس المجموعة؟ 8 أيام. ها؟ 7 ولا 8؟ 8 أيام تقريبا. نفس المجموعة؟ شلون نفس المجموعة؟ نفس الأشخاص الخمسة؟ إيه أنا معهم. غيركم أحد يطلع معكم؟ لا لا. ولا واحد. 8 أيام أنتم نفس المجموعة تطلعون مع بعض. إيه. الساعة كم تطلعون؟ بعد البث نص ساعة. ساعة ونص. بالوقت ده ما لنا وقت محدد. الصحيح كل ما شفنا الوضع ركد طلعنا. تبي تنبرى كم ساعة؟ ما نفطي أبو 2 ساعة 3 ساعات ورجعي. هذا إذا طولنا مرة. تسوون أنتوا غير الملابس؟ نمر استديو، استديو واحد من شباب. نجلس فيه شوي على ما نخلص ملابسنا ونرجع. استديو صوت يعني؟ سم؟ استديو صوت؟ إيه. طيب عندك شيء أحمد بتقوله عزيز؟ إيه. وش؟ الله يطول عمرك. عندي أن الموضوع اللي صار ذا إحنا ندري ترى كلنا أنها غلط، ومهما تسوون إحنا راضين في الشيء تسوونه، وأنتوا ما بخصف الأمور ذي. لا وأنتوا إن شاء الله خير من يعذر، مع أن والله عذرنا ما هو بسمين، لكن إن شاء الله نبي أبونا آدم أخطأ وهو في الجنة ونزله ربي وغفر له إن شاء الله. طيب وأنتوا إن شاء الله خير من يعذر أنت والجمهور. رح ندري أحمد رحيم الحين خليجي، تعال أنت وياه.